10,000 زيارة يوميا لموقعك الإلكتروني أو مدونتك من بحث جوجل. لو حضرتك عندك مدونة أو موقع إلكتروني وحابب إنك تسرع الأرشفة لموقعك أو إنك تظهر موقعك في محركات البحث بشكل ملحوظ وبشكل سريع، ففيديو النهاردة مهم جدا لحضرتك. تابع معايا الفيديو لحظة بلحظة وما تفوتش ثانية واحدة من الفيديو ده، لأن شرح النهاردة هيفرق معاك جدا. زي ما قلنا، لو حضرتك عندك موقع الكتروني او مدونه جديده وحابب تسرع الارشفه وتظهر موقعك في محركات البحث بشكل ملحوظ وبشكل سريع. النهارده شباب هنستخدم اداه مجانيه 100%. هنقدر من خلال الاداه دي نحصل على 10,000 زياره يوميا للموقع او المدونه. مميزات هذه الاداه: رقم واحد، انك بتقدر تختار بحث جوجل، يعني كل الزيارات اللي هتيجي لحضرتك هتكون من بحث جوجل. رقم اتنين، انك بتقدر تحدد الدول اللي حضرتك عايز منها الزيارات، سواء كانت دول عربيه لو مدونتك عربيه او دول اجنبيه حسب ما حضرتك عايز وحسب احتياجاتك. الميزه الثالثه، انك بتقدر تختار كلمات البحث اللي جاي لك منها الزيارات، يعني حضرتك هتضيف داخل الاداه كلمات البحث اللي حضرتك عايزها تظهر لجوجل ان الزيارات جت من كلمات البحث دي او ان الزائر كان بيبحث عن الكلمات دي تحديدا. والميزه الرابعه والجميله جدا يا شباب، انك بتقدر كمان تختار الاجهزه اللي جايه لك منها الزيارات، ومش بس كده، كمان بتحدد انواع المتصفحات المستخدمه. وبالطريقه دي يا شباب هتقدر تحصل على ترافيك مجاني حقيقي لموقعك او مدونتك بكل سهوله. كمان ده هيفيدك في تسريع ارشفه مدونتك وظهور موقعك في محركات البحث. وطبعا كل الكلام اللي انا بقوله لحضرتك ده بالادله والاثبات، وده اللي هنتاكد منه في نهايه الفيديو، فخليك معايا وما تضيعش ثانية واحدة. وده لانك لو فوتت دقيقة واحدة من الفيديو ده ممكن ما تقدرش تظبط اعدادات الاداة بشكل صحيح، تحصل معاك مشاكل، فركز معايا في الشرح وما تضيعش ثانية واحدة من الفيديو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب، انا اخوكم احمد حمزاوي ودي قناة نت بروفيت، قناة متخصصة في شروحات مواقع الربح من الانترنت والثغرات وجلب الاحالات. علشان كده فضلا وليس امرا، لو حضرتك لسه اول مره تشوف القناه ولو حسيت انك استفدت من الفيديو النهارده، يا ريت تدعمني بلايك للفيديو وتشرفني بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. في البدايه عايز اقول لحضرتك، لو ما عندكش موقع الكتروني او مدونه او لسه ما بداتش وحابب ان انت تشتغل بطريقه تانيه بديله، فشاهد الفيديو اللي قدام حضرتك ده كده. الفيديو ده بيشرح لك طريقه الربح من الكتابه على الانترنت، 10 دولار لكل مقاله بتكتبها حضرتك، وده بدون مدونه او موقع الكتروني. حضرتك بتسجل في الموقع اللي احنا بنشرحه في الفيديو وبتبدا تكتب مقالات بالطريقه اللي احنا بنستخدمها داخل الفيديو، وبعد ما المقاله بتاعتك بتتقبل بتبدا تنزل لك عليها ارباح حسب الزيارات بتاعتك، وتقدر تستخدم الاداه اللي احنا هنشرحها النهارده في التطبيق على الشرح ده. فده للناس اللي ما عندهاش مدونه، او لو انت عندك مدونه وحابب ان انت تزود دخلك تقدر تشاهد الفيديو ده. فعلشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، يلا بينا نبدا الشرح. في البدايه يا شباب هسيب لكم رابط الموقع اللي قدامنا ده في الديسكريبشن اسفل الفيديو او في اول تعليق. ده موقع الترافيك سبريد، ده شكل الاداه اللي احنا هنستخدمها النهارده. دي صوره للاداه شباب، زي ما حضرتك شايف كده بتقدر تضيف 10 روابط يوميا، تقدر تطلب لكل رابط 1000 زياره، والحد الاقصى لكل رابط بيكون 4000 زياره، يعني كل رابط من دولت حضرتك بتقدر تعمل له 4000 زياره كل 24 ساعه، وده بشكل مجاني والاداه مستمره وشغاله معاك مفيش اي مشكله. ولكن لو حضرتك هتزود الروابط، هتحط اكتر من رابط زي ما حضرتك شايف كده، ممكن بقى تستخدم عدد قليل من الزيارات عشان تسرع العمليه. بس خلينا نبدا الشرح على طول يا شباب. علشان نثبت الاداه يا شباب هنضغط على داونلود من هنا او من المكان ده زي ما حضرتك شايف كده. بتبدا الاداه تتثبت عندك، هننتظر لما الاداه تخلص. بعد ما الاداه خلصت تحميل يا شباب بنضغط كليك يمين على الاداه، بنضغط على عرض في المجلد علشان نبدا نثبت الاداه. وده شكل الاداه زي ما حضرتك شايف كده، ولكن بتتحمل عندنا كملف مضغوط يا شباب، وطبعا احنا محتاجين نفك عنها الضغط. طبعا لازم يكون عندك اداه فك ضغط زي اداه ونراو اللي قدام حضرتك دي، ودي بتساعدك في فك ضغط الملفات. طب دلوقتي عشان نفك ضغط الملف يا شباب هنضغط كليك يمين على الملف كده، وبعد كده هنضغط على اكستراكت هير، وهنا بيطلب منك باسورد. الباسورد موجود في الصفحه اللي حضراتكم شايفينها دي كده، هنا الباسورد اهو، تلاقي هنا بيقول لك يونزي باسورد اي بي تي اس 123. هننسخ الباسورد ده او اكتبه مفيش مشكله، وهنروح على الاداه مره ثانيه، هنضغط كليك يمين وهنضغط على اكستراكت هير، وبعد كده هنضيف الباسورد هنا زي ما حضرتك شايف كده. عايز تشوف الباسورد ممكن تشوفه من هنا، وبعد كده هنضغط على اوكي. كده الاداه هتبدا تستخرج معاك. ده الملف الخاص بالاداه بعد فك الضغط عنه يا شباب. هنضغط عليه ضغطتين كده. الفايل الاول ده مالناش دعوه بيه، وهي دي الاداه اللي احنا هنستخدمها النهارده يا شباب. بعد كده يا شباب هنضغط كليك يمين على الاداه وهنقول له ران تثبيت الاداه، نضغط على الدون. طب علشان بقى تبدا تضيف اول حمله للرابط الخاص بيك، هنضغط في البدايه على اد سايت، بتفتح مع حضرتك النافذه اللي حضرتك شايفها دي كده. هنا مطلوب من حضرتك
حضرتك انك تضيف رابط الموقع او المدونة. فهروح اجيب رابط الموقع زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنرجع على الاداة هنضيف الرابط في المكان اللي حضراتكم شايفينه ده، لان هنا النسخ داخل الاداة بيكون عن طريق كنترول في. لو نزلنا تحت هنا شباب هتلاقيه بيقول لك 1000 زيارة، ولكن انت تقدر تغيرها وتخليها 4000 زيارة زي ما حضرتك شايف كده، نقدر نغيرها مفيش مشكلة. بعد كده في الخطوة اللي تحتيها هنا بيقول لك انت عايز الزائر يقعد في موقعك قد ايه. هنقوله مثلا من 10 ثواني، طبعا دي كلها اختيارات، انا هقوله من 10 ثواني الى 30 ثانية، دي مدة كافية جدا. طبعا تقدر انت تختار الوقت اللي يعجبك، انت معاك لغاية 300 ثانية تقدر تخلي الزائر موجود على الصفحة او المدونة. بعد ما اخترت المدة الزمنية يا شباب، بعد كده هنضغط على شو مور سيتنج، يعني عايزين نشوف جميع الاعدادات. فتحت لك الصفحه تاني من جديد، ولكن هنا طبعا كل الاعدادات موجوده مع حضرتك زي ما انت شايف كده. ادي الرابط اللي احنا اضفناه، وادي عدد الزيارات اللي احنا اخترناها والمده الزمنيه للزياره. بعد كده هنبدا بقى نظبط اعدادات الاداه زي ما اتفقنا في بدايه الفيديو. اول حاجه نضغط على ترافيك، بنضغط هنا على السهم اللي حضرتك شايفه ده، تختار الزيارات بتاعه حضرتك جايه منين. يعني مثلا على سبيل المثال انا هنا اختار جوجل كيورد او كلمات بحث جوجل، ونضغط عليها زي حضرتك شايف. ونيجي هنا نضيف الكلمات المفتاحيه اللي احنا عايزين نجيب منها الزيارات. يعني على سبيل المثال يا شباب لو المدونه بتاعتي مثلا متخصصه في الربح من الانترنت، فهنضيف هنا كلمه الربح من الانترنت، زائد انك هنا بتحدد نسبه الزيارات اللي انت عايزها من الكلمه دي تحديدا. على سبيل المثال انا عايز في الكلمه دي 10% من الزيارات، فهاجي هنا في المربع ده هكتب 10% وهضغط على اد. زي ما حضرتك شايف كده اول كلمه بحث من جوجل كيورد كلمه الربح من الانترنت هيجي لك منها 10% من الزيارات اللي حضرتك حددتها. انا اضفت كلمه ثانيه التسويق بالبريد الالكتروني، كل دي مواضيع موجوده داخل المدونه بتاعتي، دي مش كلمات بكتبها هباء. وبعد كده هضغط اد، برده انا اخترت هنا 10% من الزيارات تكون بكلمه البحث الثانيه دي اللي هي التسويق بالبريد الالكتروني. وهكذا حضرتك تقدر تختار كلمات البحث بالترتيب 10 كلمات لغايه ما توصل معاك 100%، وفاضل لسه 80% متاح ان انت تضيف كلمات مفتاحيه. ده بالنسبه لاول حاجه يا شباب، يعني حضرتك هنا بتضيف كل الكلمات المفتاحيه، ولكن طبعا كل كلمة بتكون نسبة الزيارات حضرتك بتختارها قدامها. ده اول حاجة شباب. وبعد ما تختار الكلمة وبتختار نسبة الزيارات بتضغط على اد من هنا زي ما حضرتك شايف، بتضاف الكلمة، يعني هنا اضافت مرة تانية عشان ادوست اد مرة تانية. طب لو اضفت حاجة هنا غلط وعايز تكنسلها بتحدد كده زي ما حضرتك شايف عليها، وبعد كده بتضغط على ديليت، اوكي بتتشال زي ما حضرتك شايف. طب انت خلصت بقى ورصيت كل الكلمات المفتاحية اللي حضرتك محتاج الزيارات منها وخلاص تمام، هتعدي الخطوة دي. فبعد ما خلصت هتضغط على اوك من هنا. بعد كده هنضغط على الخيار رقم 2، وهنا بيقول لحضرتك عايز الزائر ده يخش على المدونه بتاعتك كم مره في اليوم. فانا دايما بختار مره واحده، من مره لثلاث مرات. فانا هنا ممكن تخليها من مره واحده بس، من مره واحده لمره واحده، يعني هي زياره واحده للزائر كل يوم. وادي مده الزياره اللي احنا اضفناها في بدايه الفيديو من 10 ثواني ل 30 ثانيه. ولو لاحظت هنا بيقول لك توتال الزياره هيكون حوالي 20 ثانيه، يعني التوتال المده الزمنيه اللي هيكون على الواجهه الرئيسيه للاداه هتلاقيه قدامك. طيب هنا دلوقتي في الخيارات اللي تحت ده يا شباب بيقول لك لو انت عايز الزيارات تكون على الرابط ده نفسه مباشره، او الاداه تبدا تطول على صفحات داخل المدونه او الموقع. يعني لو حضرتك عايز تخلي الزياره مباشره للرابط نفسه مفيش مشكله، هتختار الخيار الاولاني ده. ولكن الخيار الثاني ده افضل يا شباب، لانه بيخلي الاداه تدخل على كل الروابط اللي موجوده داخل المدونه، يعني هتدخل على كل الصفحات اللي حضرتك موجوده داخل المدونه بتاعتك. فالافضل ان احنا نختار الخيار الثاني علشان الزيارات كلها ما تكونش على رابط المدونه او رابط الصفحه الرئيسيه، بتكون على كل الصفحات الموجوده داخل المدونه، حتى صفحة من نحن وصفحة سياسة الخصوصية، كل الصفحات اللي موجودة على المدونة هيتم زيارتها، حتى المقالات اللي داخل المدونة. فلازم تكون مفعل الخيار التاني ده. وبعد كده شباب هنضغط على اوكي. ثالث خيار ده ملوش لازمة معانا شباب، هروح على رابع خيار ترافيك بلاتفورم. بالنسبة للصفحة ده شباب دي الصفحة الخاصة باختيار الاجهزة اللي هتجيلك منها الزيارات. زي ما حضرتك شايف هنا بيقول لك هنا كمبيوتر وموبايل، هنا هو محدد على الكمبيوتر 100%، فاحنا هنسحب الشريط ده كده في النص عشان يبقى 50% مثلا من الكمبيوتر و50% من الموبايل. او ممكن حضرتك تزود، يعني لو حابب ان انت الزيارات تكون من الكمبيوتر اكتر فطبعا هنزود للكمبيوتر، حابب ان الزيارات تكون من الموبايل اكتر فترجع تاني وتزود على الموبايل زي ما انت عايز، بس غالبا انا بخليها في النص يكون افضل. كده بقى 50% من الزيارات على الموبايل و50% من الكمبيوتر. بعد كده هنضغط على الرابط اللي حضراتكم شايفينه ده علشان نبدا نظبط الاعدادات. هنا اولا حضرتك
زي ما انت شايف هنا، هنا موجود الخيارين كمبيوتر وموبايل، فهنخلينا على الكمبيوتر الاول، وبعد كده بنيجي هنا في المكان ده بتختار بقى المتصفحات اللي هيجي لك منها الزيارات، يعني هنا ويكيبيديا وجوجل وابل وبروفيسور ومايكروسوفت ايدج، كل المتصفحات دي موجوده في الخيار الاولاني، وهنا عندك في فايرفوكس، وتقدر حضرتك تحدد اللي انت عايزه. على سبيل المثال لو هنختار الخيار الاولاني دوت، وهنخليه برده 10% من الزيارات، ما تنساش حضرتك المربع الاخير ده اللي فيه نسبه الزيارات من المتصفحات دي على الجهاز اللي حضرتك اخترته. فانا هنا اختار من الكمبيوتر على المتصفحات دي 10% من الزيارات، وهضغط على اد زي ما حضرتك شايف اتضافت. وبعد كده مثلا ممكن نختار برده على الكمبيوتر متصفح فايرفوكس، هنقول له برده 10%، وهنضغط على اد. ادي تاني حاجه اتضافت زي ما حضرتك شايف. ممكن نختار مثلا اوثر اللي تحت دي او حاجات تانيه مختلفه، ونقول له هنا مثلا 30%، وهنضغط على اد. كده اصبح 50% للكمبيوتر تم ادراجهم زي ما حضرتك شايف. كده انا ادرجت 50% من الزيارات على الكمبيوتر. طب تعالى بقى نعمل الموبايل، ولازم في النهايه توصل لل 100%. نعمل الموبايل بقى زي ما حضرتك شايفين هنا، انا اخترت المره دي الموبايل. هنا بيقول لك اندرويد، هننزل كده بالسهم ده وتشوف انواع الاجهزه زي ما حضراتكم شايفين: اندرويد، ايفون، ايباد، وويندوز فون، وبلاك بيري، وامازون كيندل. كل دول حضرتك تقدر تختار منهم. فانا مثلا هنخلينا في الاندرويد، وهنقول له خليه 30%، وهضغط على اد. كده زي ما حضرتك شايف الموبايل اضاف اندرويد 30%. وبعد كده هنضغط ضغطه ثانيه ونقول له مثلا ايفون خليناها 10%، وهنضغط على اد. وبعد كده هنضغط على ايباد وهنقول له برده 10%، ونضغط على اد. كده احنا تمام 100%، منهم 50 على الكمبيوتر و50 على الموبايل، وهنضغط على اوكي. نيجي للحاجه الرابعه والاخيره والمهمه جدا يا شباب، وهي اختيار الدول. هنيجي هنا على ترافيك ريجوين، دي يا شباب الصفحه اللي هنحدد منها الدول. كل دول العالم موجوده في الصفحه دي زي ما حضرتك شايف، وتقدر تختار منها اللي انت عايزه. هنا الخيار الاولاني ده بيبقى مفعل تلقائي، وده بيخلي الاداه نفسها هي اللي تختار لك الدول والزيارات، ولكن لا احنا عايزين نختار بنفسنا. فهنضغط على الخيار الثاني زي ما حضراتكم شايفين، هتفتح لك المربعات دي جنب الدول كده. في البدايه هنا بتلاقي القاره بالكامل، يعني مثلا امريكا، اوروبا، اسيا، افريقيا. تقدر تختار قاره بالكامل من هنا كده بالضغط هنا زي ما حضرتك شايف، وتقدر تحدد انت دول معينه حسب طبعا المحتوى بتاعك. لو المحتوى بتاعك اجنبي هتختار دول اجنبيه، لو المحتوى بتاعك عربي في حالتي انا بتختار دول عربيه. انا مثلا هختار ايجيبت، وهختار مثلا المملكه العربيه السعوديه، سوريا، عمان، قطر، يعني بعض الدول العربيه زي ما حضرتك شايف كده. اختار بقى الدول زي ما حضرتك عايز، موضوع بسيط جدا يا شباب. وبعد ما بتختار الدول اللي حضرتك عايزها كلها بتضغط على اوكي. كده كل حاجة في الأداة تمام يا شباب، مش فاضل أي حاجة. لو في خيارات تانية إحنا ما استخدمناهاش هنا يا شباب، فتأكد إن الخيارات دي ملهاش أي لازمة في شغلنا يعني. أهم حاجة الأربع اختيارات اللي إحنا اشتغلنا عليهم دلوقتي. كده حضرتك ظبطت كل إعدادات الأداة، مفيش أي مشكلة معاك، وهتضغط في النهاية على أوكي. من هنا ظهر الرابط زي ما أنت شايف. لو حبيت إنك ترجع للإعدادات مرة تانية بتضغط على سيتنج من هنا، ترجع تاني للإعدادات تعدل عليه. لو حبيت إن أنت تحذف الرابط ده بتضغط على ديل من هنا عشان تبدأ تشغل الحملة دي، هي شغالة تلقائيا. ولو حبيت تعمل لها ستوب بتضغط على ستوب من هنا. انا كده عملت ستوب زي ما حضرتك شايف كده، عملت ستوب. عشان تشغلها تاني تضغط على ستارت، وهنا اوف لاين يعني الحملة واقفة متوقفة، هي لسه ما عملتش حاجة، وانا وقفتها مخصوص بس عشان عايز اوريك حاجة قبل ما نبدأها. لو رحنا على المدونة بتاعتي على بلوجر يا شباب، وهضغط على الاحصاءات زي ما حضرتك شايف كده، وهختار مثلا في الاحصاءات الان اللي هو الوقت الفعلي او الوقت الحالي اللي احنا فيه. تعال نشوف كده اجمالي عدد الزيارات هنا كام. زي ما حضرتك شايف 176 زياره في الوقت الحالي اللي احنا فيه. المدونه بتاعتي عامله 147,000 زياره زي ما حضرتك شايف، وده كان بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل اكتشافنا لهذه الاداه الجميله. زي ما اتفقنا ادي 176 زياره موجودين بس لسه النهارده على المدونه بتاعتنا يا شباب، وادي المقالات اللي جايه عليها الزيارات ال 176 زياره. طب يلا بينا بقى نروح نشغل الاداه علشان نشوف السحر اللي هتعمله لنا الاداه دي. هنضغط على ستارت من هنا، هتتحول اوفلاين لاونلاين زي ما حضرتك شايف، وكده الاداه بدات تشتغل. طبعا هننتظرها شويه. زي ما اتفقنا في بدايه الفيديو يا شباب ان احنا ممكن نضيف اكتر من رابط، مش رابط واحد. يعني انا ممكن اضغط على اد سايت هنا مره ثانيه واضيف رابط ثاني، وممكن يكون نفس الرابط اللي انا اضفته في المره الاولى، ما فيش مشكله. هتبدا تظبط اعداداتك، وبعد كده هتضغط على اوكي، هتلاقي ان
الرابط اتضاف معاك وبدأ تشغيل تلقائي، وهنا بيقول لك انت كده اخترت 4000 زيارة للرابط ده وفاضل لك 6000 زيارة يوميا تقدر تعملهم على روابط تانية، يعني حضرتك الحد الأقصى ليك بيكون 10000 زيارة يوميا من الأداة. طبعا انت ممكن تسيب الأداة شغالة مفيش مشكلة، نزلها تحت كده وبتلاقيها موجودة في المكان ده، لو حضرتك ضغطت هنا كده بتلاقي الأداة موجودة في المكان ده كده، تحب تفتحها تاني بتدوس عليها دوسة واحدة من هنا بتظهر معاك زي ما انت شايف، يعني هي ما بتشغلكش عن شغلك او بتعطلك عن شغلك اثناء استخدامك لجهازك. خليكم فاكرين ان احنا هنا عندنا 176 زياره اليوم، علشان الزيارات دي هتزيد دلوقتي. تعالوا ننزل لتحت شويه كده يا شباب ونضغط على المزيد من المعلومات عن هذه المدونه. زي ما حضرتك شايف هنا في 12 مشاهده ظهروا فجاه دلوقتي. هنا بيقول لك اهم عناوين يو ار ال، زي ما حضرتك شايف هنا طبعا انا عندي اليوتيوب اساسي، ولو لاحظت هنا بيقول لك www جوجل سيرش، زي ما حضرتك شايف هنا جوجل سيرش، كل الروابط اللي تحت دي جوجل سيرش دي جايه من الاداه نفسها. تعالى نرجع للاداه كده نشوف عملت ايه. زي ما حضرتك شايف كده اصبح في 20 زياره، في 20 زياره اتعملوا، الاداه سريعه يا شباب، ولكن هي بتوزع ال 4000 زياره دولت على مدار ال 24 ساعه، يعني مع انتهاء ال 24 ساعه هتلاقي ال 4000 زياره وصلوا عندك على المدونه بتاعتك او صفحتك او موقعك. تمام كده احنا عندنا 20 زياره. تعالى نروح كده على المدونه مره ثانيه، هنرجع للصفحه اللي كنا عليها اللي كان فيها 176 زياره، نعمل ريفريش. زي ما انتم شايفين يا شباب بقى في 237 زياره، احنا كان عندنا 137 زياره بقوا 237 زيارة، وده الآن أهو زي ما حضرتك شايف في الوقت الحالي. طب تعالى نشوف بقى المزيد. بص هنا كده كان في أول 12 زيارة دول اللي احنا شفناهم مع بعض، وبعد كده في 20 زيارة بعدهم، وبعد كده في 18 مشاهدة تاني بعدهم، ولو نزلنا لتحت هنا دي الروابط اللي بيجي منها الزيارات، يعني دي الروابط اللي الأداة بتجيب لي منها الزيارات. لو ضغطنا على أول رابط ده مثلا كده يا شباب زي ما أنت شايف صفحة على جوجل، الزيارة مش جاية من أي مكان تاني مخالف ولا أي حاجة، رابط وداني على صفحة لجوجل وصفحة مختصة بالكلمات المفتاحية اللي أنا ضايفها في الأداة. يعني حضرتك نرجع تاني كده، لو حضرتك لاحظت هنا في الرابط هنا طبعا ده كان رابط قديم انا ضايفه قبل كده، كاتب لك روبل بروفيت او ربح الروبل، هو ضايف لك الكلام اهو داخل البحث. الروابط اللي بتلاقي حضرتك فيها ارقام وحروف دي كده دي علشان انا ضايف الكلمات المفتاحيه اللي فيها باللغه العربيه، ولكن الروابط اللي فيها كلمات مفتاحيه باللغه الانجليزيه هتلاقيها ظاهره معاك هنا. هنا افليت ماركتنج ده كان رابط برضه انا كنت حاطه للتسويق بالعموله، وعندك هنا برضه ده كان رابط ارسال الاف الايميلات يوميا، لو ضغطنا على رابط الافليت ماركتنج برضو صفحه على جوجل. تمام بعد ما شفنا الروابط يا شباب كده وتاكدنا منها، تعالى نتاكد كمان من اخر رابط ده. الرابط ده خاص بارسال الاف الايميلات يوميا، دي برضو مقاله موجوده على المدونه بتاعتي، هو بيدخل عليها تلقائيا، انا ضفت رابط المدونه نفسها مباشره ولكن هو بيتنقل داخل الصفحات والمقالات في المدونه. زي ما حضرتك شايف هنا برضو هنا الصفحه دي مختصه بارسال الاف الايميلات وادوات لارسال الايميلات يوميا، الزياره جايه لي منها، فكده الموضوع معايا سليم 100% ما فيهوش اي مشكله. كمان ما فيش ولا زياره واحده بتتحذف، يعني كل الزيارات موجوده. زي ما حضرتك شفت انا المدونه بتاعتي في خلال شهر عملت اكتر من 147000 زياره، يعني هي كده جاهزه ان هي تتقدم لجوجل ادسنس، وطبعا الارشفه وظهورها في محركات البحث اتحسن كتير جدا. بعد كده تعالى ننزل بقى ونشوف الجمهور. زي ما حضرتك شايف هنا متصفحات جوجل كروم فايرفوكس سفاري، كل المتصفحات اللي انا بختارها، وهنا بالنسبه للاجهزه ويندوز اندرويد ايباد ايفون لينوكس، كل برضو الاجهزه دي انا بختارها من داخل الاداه. الكلمات الرئيسيه للبحث ادي الكلمات الرئيسيه، روبل بروفيت لسه كنت بقول لحضرتك على الموضوع ده، وادي تحميل اداه سيربديجر لاستخراج الايميلات، وده الرابط الخاص بافليت ماركتنج عن طريق التيك توك، ده ارسال الاف الايميلات يوميا، وادي برضو كلمات حاططها باللغه العربيه زي ما قلت لحضرتك، واللي كانت بتظهر بالشكل اللي حضرتك شايفه ده كده في الرابط، تظهر بالشكل ده لان هي لازم تكتب الكلمات باللغه الانجليزيه عشان تظهر لك في الرابط. بعد كده هننزل على المواقع، زي ما حضرتك شايف كده الهند، تركيا، المغرب، مصر، الامارات، بنغلاديش، المملكه المتحده، اليابان. طبعا ده مش اجمالي الزيارات اللي عندي، دي بس الزيارات اللي في اخر ساعه. تعالى نشوف الاداه كده مره ثانيه، وصلت 41 زياره، وهكذا الاداه هتفضل شغاله معاك كده بقى 56 زياره زي ما حضرتك شايف. كده يا شباب نكون وصلنا لنهايه شرح النهارده، يا ريت لو عجبك الشرح واستفدت من الفيديو تدعمني بلايك وشير للفيديو علشان غيرك يستفيد، وتشرفني بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم وانتظروني في الحلقات الجايه علشان عندنا ثغرات كتير وتركات كتيره هنقدر نربح منها من الانترنت بكل سهوله. كان معكم اخوكم احمد حمزاوي من قناه نت بروفيت، والى اللقاء.